نقول لك اولا ما يمكننا الا نهنئوا الفريق ديالنا، نهنئوه رغم المقابله اللي هي زعما الصراحه تاسفنا لها كمغاربه، لان الروح ديال الوطنيه كتبقى حاضره. اللعبه ديالنا لعبوا ماشي ما لعبوا شيء، كانوا في المستوى في الشوط الثاني كان ظاهر شويه ديال العاي ربما على المقابلات اللي لعبوا من قبل. كنا نتمنوا اننا ندوزوا للفينال، لكن الحظ هو هذا، الكره احيانا بعض المرات كتكون مساله حظوظ. الحمد لله المستوى اللي بان به المنتخب الوطني وعلى راسها الاخ وليد الركراكي، اللي كنكتشفوا ان خصنا نديروا الثقه تامه في القدرات ديال المغاربه اللي هما بان على اساس انهم وطنيين، واستطاع انه يحرك معاه واحد الفرقه، استطاع انه يخلق بيناتهم واحد التناسق، وهذا بان خلال المباراه اللي سبقوا. نتمنوا ان هذه بادره قويه وكتبين على اساس ان عندنا قدرات رياضيه يمكن مستقبلا نستغلوها ان شاء الله. الماتش كان مزيان من البدايه ديالو، كانوا الدراري ديالنا تبارك الله داروا مجهودات ديالهم جباره، تقاتلوا داروا كل شيء، زعما ماشي كنلوموا الدراري ولا شي حاجه، مي تبارك الله عليهم كان لافوط ومعياهم ساكن بزاف، كان عليهم الضغط، راه شحال من ماتش دوزو كان الضغط عليهم كثير، ماشي مشكل، وحنا دائما مشجعينكم والدم ديالنا كيجري فيه غير المغرب، من غير المغرب ما كاين والو، احنا راه دائما معاكم. وتا دابا والله تا فرحانين حيت اصلا عزيتو بالمغرب، راه العالم كله كيهضر على المغرب، ماشي غير المغرب بوحده ولا الدوله اللي كنلعبوا معاها، راه العالم كله كيعتز بينا. حنا فرحانين واخا خسروا، وهذا المهم عمرهم وصلوا لهذا المستوى، وصلوا دابا المهم حنا فرحانين بزاف. اول فريق وصلنا شويه هذه المباراه، هذه كنا كنتوقعوا ان المنتخب الوطني غادي يوصل المباراه النهائيه بحكم انه قدم مباريات يعني جيده نوعا ما، تكتيكيا في الدفاع في الوسط في الهجوم، ولكن يعني هو كانوا انتقادات بخصوص الخطه اللي دخل بها المدرب وليد الركراكي، يعني انه دخل بخطه هي دفاعيه 100%، يعني ومنين كتدخل بهذه الخطه كتعطي ميساج للفرقه بانك راك يعني متخوف من الخصم. ولكن على اي يعني كما شاهدتوا الاحداث يعني بعد انتهاء المباراه، المشاهدين صفقوا على المنتخب، وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان المنتخب يعني شرف افريقيا كقاره والعالم العربي يعني كامه. هاني واخا تقصينا والله الا قدموا اداء زوين، خصوصا مع البرتغال اللي كتضم نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو واللعابه اللي كانوا في المستوى، وما عندنا ما نساوهم، والله الا شرفوا لنا وجوهنا، والله الا بون ايكيب، والله ان شاء الله يكون خير في كاس امم افريقيا ويديو الكاس ان شاء الله. نقول جوج كلمات، تنفتخروا بالمنتخب الوطني ديالنا اللي وصل لهذا الانجاز اللي دار، برافو عليكم، شكرا الركراكي، تنشكركم بزاف وديما مغرب ديما مغرب. اليوم جينا كنعبروا على الفرحه ديالنا بالرغم من اننا تقصينا وانتهى الحلم ديال كاس العالم، ولكن الاحلام ديالنا مازال ما انتهتش، حيت تعلمنا مع السي وليد الركراكي اننا نتشبتوا بالاحلام ديالنا ونامنوا بها وغادي نوصلوا ان شاء الله. كنتوا رجال تبارك الله عليكم ولعبتوا كره ما بغاتش، المهم كانوا محاولات كثيره، الحمد لله وصلنا لانجاز تاريخي فرحتوا به جميع الشعوب العربية والإسلامية والأمازيغية، حنا كنبغيوكم فرحانين ليكم وكنتمنوا لكم مستقبل زاهر إن شاء الله، وراكم شرفتونا
ما عندكم علاش غادي تقلقوا؟ الحمد لله صاحب الجلاله فرح معاكم، الشعب كله فرح معاكم، الحمد لله الشعوب كامله ماشي غير الشعب. كنشكروا جميع الاخوه العرب من هذا المنبر والامه الاسلاميه كامل اللي كانوا متبعينا، وكذلك حتى الناس اللي كانوا من ديانات اخرى وكانوا معانا. تبارك الله عليكم والحمد لله، هذا انجاز. تبارك الله على اللعابه، عطاو كاع اللي في جهدهم، لعبوا مزيان. المنتخب الفرنسي قدر انه يستغل شي اخطاء دفاعيه كانوا عندنا، واخا هكاك تبارك الله على اللعابه، ردنا انجاز تاريخي لكاع الامه العربيه. اول فرقه عربيه واول فرقه افريقيه قدرت توصل لنص النهائي المربع الذهبي. راه لعبنا ضد فرقه كبيره اللي هي الفائزه بكاس العالم 2018. راه تبارك الله على اللعابه، داروا اللي في جهدهم، وان شاء الله المرتبه الثالثه ديالنا شو انجاز كبير. راه اول فرقه افريقيه واول فرقه عربيه كما قلت. حمرنا حنا ودهنا، المهم ماشي مشكل، ديما ماروك، يلا ديما المغرب، عاش الملك. حنا اليوم فرحانين، ما كنقولوش خسرنا، ولكن حنا رابحين، رابحين وليدات، وليدات الرضا، ولاد مغاربه شباب كيمثلوا الامه الاسلاميه كامله، وهذا النجاح ديالهم فرحنا كأمهات وفرحنا. أنا أم عندي 57 عام، فرحت من قلبي خالصا، واليوم خرجت من لوبيتال، كنت نعس السبيطار وخرجت اليوم، وخا هكاك أنا كنعتبرهم ما خسروش، ربحوا ربحوا، والأكثرية دوك الدموع اللي في عينيهم هذيك هي اللي خرجتنا باش نقولوا الله الوطن الملك، وحنا معاكم حتى الخر تجيو للمطار، حنا مازالين معاكم وانتم وليداتنا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحجبهم لوالديهم ويحجبهم للامه الاسلاميه، وما حدنا في هذه الدوله المغربيه، وقائدنا هو محمد السادس، ما عمرنا ما نخيبوا، ودائما يد واحده، ودائما صيد واحد وكلمه واحده، وهذه الرايه المغربيه جمعنا وجمعت الامه الاسلاميه كلها، وفرحتنا وفرحنا وليداتنا. عاش الملك، وتحياتي لوليداتنا، اسود لكن اسود اسود فري.